وبركاته من الآن وللأبد أمين. سؤال بيطرحه علينا إنجيل النهاردة، بقول من هو الوكيل الأمين الحكيم؟ في وكلاء أمنا كتير بس مش حكمة، وفي وكلاء حكماء كتير بس مش أمنا. عشان كده الكتاب قال لنا الوكيل الأمين الحكيم. والحقيقة هي لو شلنا كلمة وكيل نحط مكانها التلميذ الأمين الحكيم، وكأن الكتاب النهاردة بيكلمنا عن التلمذة ازاي تكون، ازاي ابقى تلميذ امين حكيم. مرة السيد المسيح للمجد تكلمنا عن واحد وكيل ظلم، وتكلم عن وكيل الظلم وقال انه احكم من ابناء الجيل في جيله، وتكلم عنه انه حكيم بس ما كانش امين. انما في ناس عاشت بالامانه في الدنيا والحكمه ايضا، في ناس نفذت قول ربنا كن امين وكن حكيم وخليك تلميذ. لو سالت واحد زي يوسف الصديق تساله وتقول له الامانه عندك شكلها ايه والحكمه في حياتك ايه، فين الحكمة والأمانة دول اللي بهدلوك طول عمرك ووصلوك لدرجات محدش فينا يتصورها؟ ويمكن لو واحد فينا مكانك كان اتصرف تصرفات غيرك في بشاعة وشناعة وممشيش كده. يقول الأمانة بس ان انا ابقى تلميذ، الأمانة والحكمة ان انا ابقى أصير تلميذ ذاك الحكيم اللي علمني ازاي اكون امين وازاي اكون حكيم. تعلمت امتى يوسف؟ قال هو قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. عايز تبقى تلميذ اول حاجة تعلم، والتعليم قدامك مفتوح، تتعلم من ربنا السيد الكل له المجد أبونا اللي دايما نقف ونقول له أبانا أبونا، تتعلم منه. أول حاجة تقف تقول لربنا أنت يا رب كنت سيدي زمان، كنت سيدي، كنت الإله المرهوب اللي ما كانش يستطيع حد يراك. مرة موسى كلفه ربنا بحاجة قال له مش ممكن اعملها الا لم يسر وجهك امامي. قال له جرى لك ايه يا موسى؟ قال له هو كده، ان ما مشيتش امامي مش عامل. قال له يا موسى لا يستطيع احد ان يراني ويعيش. قال له ما يعني اتصرف يا رب، انا لازم اشوفك. قوم ربنا يخبي موسى في حته في الجبل، وعد من الجبل وحط ايده على الجبل عشان موسى ما يشوفش وجه ربنا ويموت. وبعد ما عدى شاف أذيال السيد الرب ونزل وجهه يلمع. انا لو بشوف ربنا هكون تلميذ وهكون صورة لربي اللي انا بعبده. لو انا تلميذ بحق هبقى عندي أمانة وعندي حكمة. مرة قائد ماء جاله وقال له يا رب أنا غير مستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، أنا عارف كرامتك، أنا عارف كرامتك، عارف إزاي أنت بتشتغل، أنا أيضا إنسان ليا سلطان، أنا عارف، إنما أنت السلطان المطلق، أنت يا رب سلطان مطلق وانا ما اجيش حاجة، بس انا واثق من التلمذة، عارف ان انا ما استحقش، في امانة، امانة في العرض وحكمة في العرض. قال له يا رب لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة
يبرأ غلامي. الثقة دي أصله يا تلميذ، صحيح ما كانش يعرف حاجة، صحيح ما مشيش ورا ربنا، حتى التلاميذ اللي مشوا ولا ربنا جم يوم الصليب وسابوه وهربوا، كل واحد راح في مكان ما عدا واحد اتنين، واحد اسمه يوحنا الرائي او يوحنا التلميذ ماشي ورا المسيح كده من هنا لهنا لهنا، واحد تاني اسمه بطرس لما اتزنق ما لقاش حكمة ولا لقى تلمذة وكل حاجة ضاعت منه وقت الضيقة، كل حاجة اتبخرت وقت الضيقة، كل حاجة راحت، سب وأنكر ولعن والدنيا باظت. عشان كده يجي الكتاب النهاردة في الإنجيل يقول لنا كثيرة هي أحزان الصديقين، بس خد بالك وهي كتيرة من جميعها ينجينا الرب. تقف النهاردة تقول الدولار علي ومش لاقين سكر، ونفضل نندب حظنا على الدنيا ديت، كلنا بنندب حظنا، كلنا عايشين في بلد كل واحد فينا سامحوني ساخط بشكل من الأشكال، ومفيش واحد فينا قال أشكرك يا رب أنا عندي رضا وسعادة، مفيش حد، مفيش حد بيقول له أشكرك يا رب أنا ما عنديش دول بس عندي حاجة تانية أهم، عندي أنت، أنا سعيد بيك أنت يا رب، أنا شبعان بيك أنت. صدقوني اهتماماتنا تحولت من اهتمامات سماء لاهتمامات أرض، فقدنا كل اهتمام السماء، مع أن السيد المسيح للمجد الحاجة الجميلة اللي قدامنا موجودة باستمرار، وكل يوم بقول له مليون مرة أبانا الذي في السماوات، وكل ما أقولها أنا مش عارف عقلي بيبقى فين ومخي شارد فين، وبعدين بعد ما أقولها أبتدي أقولها من الأول لأن أنا مش مركز فيها، مش مركز، مش واعي، الدنيا لطشاني، فارد إيدي وأقول أبانا الذي، وببص للي حواليا وفكر في الجمعية اللي برا والعربية اللي هتقف في الميدان وهجيب عيش منين، مشغولين بحاجات كتير قوي، مشغولين بحاجات كتير. عشان كده التلمذة فيها أمانة وفيها حكمة. يجي النهاردة السيد المسيح للمجد يسأل فين الوكيل الأمين الحكيم، بشاور على كل واحد فينا النهاردة، كل واحد فينا بقول لي وقول لك وقول لك، المفروض كلنا وكلاء أمناء وحكماء، المفروض كلنا تلاميذ، كلنا تلاميذ زاك زي ما قال الكتاب، كلنا تلاميذه، ده ما احنا مش بس تلاميذه، ده احنا ولاده كمان، ده احنا ولاده. عشان كده مرة سأل إذا جه المسيح في الأرض لعله يجد الإيمان، والإيمان صورته إيه اللي هيشوفها، الإيمان النظري ولا الإيمان العامل بالمحبة؟ النهاردة السؤال لقطيع صغير ربنا أحبه، قطيع صغير ربنا فداه، قطيع صغير قال له انتشر في الدنيا اكرز للعالم أجمع، اكرز للعالم أجمع. القطيع الصغير الأول كانوا 12 فردهم في العالم كله، ودلوقتي الكنائس المنتشرة في العالم كله، والتذمر بتاعنا اللي منتشر أحيانا في العالم كله، والصورة بتاعتنا اللي كانت منورة زمان ابتدت تبهت. ليه؟ عشان السيد المسيح بيسأل أين هو الوكيل الحكيم الأمين. بيقول لك النهاردة وانت وكيل أمين حكيم ما تخافش، لا تخف، لا تخف أيها القطيع الصغير. خايف ليه؟ من إيه خايف؟ إيه اللي بيجرى؟ ولا حاجة، ده احنا لو حطينا قدامنا كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وانت واثق في ربنا قوي يبقى خايف ليه؟ وانت واثق ربنا ومتشدد بيه خايف ليه؟
ده واحد زمان اسمه ايليا كان واثق قوي في ربنا، واثق ثقة شديدة جدا، وقف قدام المية والسماء ورفع ايده وقال لها يا سماء ما تمطريش 3 سنين و6 أشهر والسماء تطيع وتقول حاضر. ايه الثقة دي يا ايليا جبتها منين؟ طب انا واثق في ربنا قوي تاني لما جم انبياء البعل وابتدوا يتحاوروا معاه وابتدى يجيبهم عشان فسادهم كتر، يقول لهم انا هعمل ذبيحة وانتوا اعملوا ذبيحة ونشوف ذبيحة مين اللي تتقبل فينا، وابتدى بثقة بثقة بحب بعمق، اصل وكيل امين حكيم، وقف كده قال لهم طب ابتدوا انتوا الاول، جابوا ذبايحهم انبياء البعل وما فيش حاجة جاي وما فيش نار نازلة تاكل الذبايح، يقول لهم ما تصرخوا تاني يمكن الاله نايم، يمكن مش واخد باله، يمكن بس راح يقضي مشواره جاي، ما تصرخوا كده جربوا. ويجي هو يحط الذبيحة بتاعته ويدلق مية وحط مية تاني وحط وبنى طوب وبنى مسبح والدنيا كلها، عمل كل حاجة وحط مية 3-4 مرات عشان ما يتقالش انه حاطط نار، ويرفع قلبه لربنا وتنزل النار تاكل الذبيحة والطوب والمية والتراب ولحست حتى التراب. ايه الثقة دي اللي عندك يا إيليا؟ ايه الثقة دي؟ ثقة ثقة، انا عندي ثقة في ابويا اصله انا وكيل امين حكيم، انا عارف ان ابويا مش هيكسفني. الثقة دي جت منين؟ في القطيع الصغير، لان احنا لينا ابونا السماوي. القطيع الصغير بربنا اكبر من كل حاجة، بربنا اكبر من كل الدنيا دي، بربنا القطيع الصغير عايش في الدنيا دي بيبص فيها كل حب، بينشر فيها كل محبة، وينشر فيها ربنا وينشر فيها عمله. هو ده القطيع الصغير. القطيع الصغير انت صورة متحركة للسيد المسيح، صورة متحركة وصورة مقروءة وصورة حلوة عن ربنا، بكده تبقى وكيل امين وحكيم. لو فقدت دول فين الحكمة وفين الامانة؟ عشان كده النهاردة بقول لنا ما تخافش وانت وكيل امين حكيم. خايف ليه؟ عشان تتعلم ما تخافش. عشان اتعلم ما اخافش قدامي كم نقطة منهم، وانا مش خايف لازم ابقى عندي سلام او صانع سلام. الكتاب قال لك كده، ها انا اصنع كل شيء جديد. وجالك قال لك يا اخي ده في واحد اسمه ملك السلام جالك واتولد في قلبك والملائكة بشروك بيه. ملك السلام اتولد عندك، اتولد فيك، اتولد في قلبك. خلاص اتغيرت الصورة، اتغيرت الصورة من صورة الخوف لصورة السلام. واللي عنده سلام ما يتهزش. الانسان اللي يملك سلام مش ممكن يهتز، مفيش حاجة تهزه ابدا، راسخ، لانه يمتلك السلام. والسلام ده مين؟ ده اله السلام. لو انت ممتلك الله حاطه في قلبك، شايله وحطه في قلبك وهو اللي ممتلك عليك، وانت حبيته وانتوا الاثنين بقيتوا حتة واحدة، مش ممكن تخاف، مش ممكن تخاف. سلام الله، الكتاب قال عنه كده، بولس الرسول قال لنا سلام الله الذي يعمل ايه؟ يفوق كل عقل، يعني فوق مستوى الادراك. وانا ما دام فوق مستوى الادراك يبقى عقل ده مش قادر يحتمل، مش قادر يفكر فيه، يبقى هو شملنا خلاص. خلاص بقيت كل سلام، بشع سلام وبتكلم عن السلام وبلغ الناس عن السلام. يقولون الدنيا خربانة اقول لهم في سلام، في حاجة اسمها سلام. يقولون الدنيا مش عارف حاصل فيها ايه اقول لهم لا، ربنا قال لنا سلامي اترك لكم. وبعدين تترك لنا بس يا رب؟ لا، ده اعطيكم، ده خد اللي انت عايزه،
ده مش كيلو ولا اتنين ولا خمسة ولا تبعت حد جيب لك، لا خد اللي انت عايزه. سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك، انا اللي هديهولك، واللي بديهولك انا حق صح. انا اعطيكم سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيك. ربنا اللي بيديك، محدش تاني. ربنا محدش تاني يقدر يديلك السلام مهما قالولك ومهما سمعت، والقنوات اللي بتجيب وتحط فينا كل النهار وكل الليل، محدش هيدي لك سلام الا ربنا. يدي لك سلام ازاي وانت تستطيع ان تحتوي داخلك ملك السلام؟ عشان كده وانت حافظ ربنا مش بتخاف، مش بتخاف زي ما قالك النهاردة، وانت وكيل امين حكيم، لا بخاف ولا بهمني، لان انا مصدر القوة جوايا، الثقة جوايا، القعدة مع الكتاب المقدس المفتقدة معانا او المفتقدة معانا. احنا بنفتقد مصدر السلام. انا يا رب عارفك وحبيبنا وعارفين انك جيت بس دي قصة انتهت من زمان يا رب، قصة انتهت من زمان. لا يا حبيبي، القصة عايشة فيك كل يوم، جسد المسيح ودمه موجودين على المذبح، يعني ذبيح مستمر كل يوم، كل يوم بتشوفه، كل يوم، كل يوم بتشوفه، تاخد منه القوة، تاخد منه الثبات، تثبت، يثبت فيا وأنا فيه. مصدر السلام، السلام عدم خوف. ما دام عندي سلام يبقى مش بخاف، وما دام عندي سلام يبقى كل الأشياء تعمل معا للخير. خلاص الله أقر، يبقى أنا واثق. ما دام عندي سلام عندي ثقة، وما دام بقف كل يوم أقول له أبويا أبانا الذي في السماوات، يبقى أنا لي أب يحميني، يمسك إيدي، يقودني، يقودني. ولا إحنا بنكرر كلامه بس؟ مش ممكن، مش ممكن يبقى عندي ربنا أبويا مصدر السلام. أبويا أنا، أبويا مصدر السلام، بيقودني، بيخليني، يديني كل حاجة، اغفر لنا وخبزنا كففنا ودينا كل اللي احنا عايزينه. ما ربنا حضنك، محوطك، مش سايبك. عشان كده حبيبي وانت ماشي تذكر انك انت محمي في ربنا، تذكر انت ليك سلام، عشان كده ما تخافش. تذكر ان ابوك السماوي يحوطك، عشان كده مش خايف. تذكر ان كل اللي بيعمله معاك للخير، عشان كده مش خايف. حتى لو كان في مشكلة هيحلها، حتى لو كان في مشكلة هيتدخل فيها، حتى لو قصد يجيبك بس بقرصاية صغيرة، هيجيبك لخيرك، لخيرك. ربنا عايزك، مش ممكن يسيبك، بطريقة او باخرى لازم يجيبك، لازم يجيبك. عمر ربنا وانت في الارض ما هيقسى عليك ويهملك، عمره. الكتاب واضح في اقواله، لا اهملك ولا اتركك، وراك، يعني وراك، يعني جايبك، يعني مش هتهرب مني، بحب مش بعافية. الله ما بيشتغلش معانا بالعافية ابدا، بدليل انه الابن الضال، الاب ده كان حكيم قوي، حكيم قوي، راح له قال له ابويا اديني، قال له حبيبي بلاش، قال له معلش خلينا اجرب، قال له حبيبي براحتك، اللي انت عايزه خده وامشي، وخده ومشي. بس الاب قاعد قلب والع، قلب مشتعل على ابنه اللي سابه ومشي، قلب مشتعل على ابنه اللي خرج من الحظيرة وهو هيتلطم بره مع الذئاب. ما هو ربنا بيتوجع علينا ليه؟ ربنا بيتوجع علينا. بقول لك يا حبيبي، أنا بقول لك بلاش دي وبلاش دي وبلاش دي وبلاش دي، وعايز أخليك وكيل أمين حكيم، وبحوشك من كل الحاجات الوحشة اللي حواليك. أنت مصر تروح لها برجلك وتسيب الحظيرة وتخرج، أنا مش قادر أمنعك لأن أنا مدي لك حرية، بس في حريتك اللي أنت فهمتها غلط، أنا قلبي موجوع عليك. الحرية اللي انت خدتها وترجمتها الخطأ وأخطاء، أنا زعلان عليك فيها، أنا زعلان على الحرية اللي اديتها لك. الحرية اللي اديتها لك هي حرية مجد أولاد الله، يدخل ويخرج ويعمل إيه؟
يجد مرعى. مش سايبة الدنيا، مش سايبة. ربنا بيدخلك وخرجك، بس فين؟ في مراع خضر يربطني، حاجة جميلة توصلك تغذيك، تغذيك وتوصلك للسماء. هو ده الوكيل الأمين اللي ماشي ورا ربنا. إنما في تاني وكيل يا مش أمين يا مش حكيم، ماشي بمزاجه، الدين وامشي. خد، خدت ومشيت وبقيت حر. يا على الحرية يا شيخ، يا شيخ ده الكتاب المقدس سامحنا يا رب. الكتاب المقدس ده ملكنا ومخلي محزننا مش عارفين نعمل حاجة. يا حبيبي أول حاجة هتعملها بعيد عن الكتاب المقدس هتضيع منها. أول حاجة هتعملها بعيد عن الكتاب المقدس هتضيعك خالص، هتضيع شخصيتك وتضيع حياتك وتضيع دنيتك، ومتهيألك انك انت مرتاح وعندك حرية. للأسف، للأسف. وتيجي في الآخر تقول يا ريتني سمعت، يا ريتني سمعت. أصله ربنا بيقول لك النهاردة ما تخافش، خليك واثق، ما تخافش، انت وكيل أمين حكيم، انت تلميذي، انت تلميذي. ويكفي ان يكون التلميذ كمعلمه. انت لو تلميذ فعلا، تعالى التلمذ على ايد ربنا، تعالى التلمذ على ايد ربنا. قل له حكمة الارض يا رب انا عارفها، ارضية نفسية شيطانية، انما الحكمة اللي من عندك يا رب مسالمة مترفقة مزعنة. من عندك كل حاجة حلوة، ومن العالم كل حاجة مرة. انا ماليش دعوة بالعالم. الدعوة النهاردة لينا كلنا، الدعوة لينا كلنا ما نخافش. وما تخافش ليه؟ عشان ابوك السماوي وانت قطيع صغير حرصك. ما تخافش لانك انت تلميذ، والتلميذ زي معلمه وكيل امين حكيم. معلمنا علمنا كده، علمنا الحكمة والأمانة، علمنا تعلم مني الوداعة، وديع ومتواضع القلب. هتلاقي كل حاجة حلوة، هتجد كل حاجة جميلة قدامك. تعال تعلم من ربنا، اقعد مع الكتاب المقدس. فقدناه، فقدنا العلاقة بيننا وبينه. شغلنا في العالم، شغلتنا العالم وأخباره شغلنا، وشغلتنا الدنيا سحبتنا. إنما ربنا النهاردة بيجدد معاك عهد إنك ما تخافش. ومن هو الوكيل الأمين اللي هيجي عشان يشبع بيا، عشان يقعد معايا وعلمه إزاي تبقى الحكمة. زمان سليمان الحكيم لما مسك الحكم بعد أبو داود النبي، وقف كده يكلم ربنا، يقول يا رب أنا فتى صغير لا أعرف الدخول ولا الخروج، ما أعرفش حاجة. أنت جبتني يا رب وأنا حتة عيل صغير، بتقول لي قود شعب بني إسرائيل، وده الشعب صعب قوي، ده ياما عمل في أبويا، ياما تعبوا، وأنا يا رب جاي أمسك مكان أبويا، سوري يعني المدقدق العارف الحكيم اللي أنت اخترته وهو راعي غنم، اللي ما كانش في غيره في رعاية الغنم بعد كل اخواته اللي اترفضوا. ويسا بيقول لك، بيقول عندي واحد بس لسه باقي بيرعى غنم حافي، قال له هاتوا هاتوا. طلع هو ده اللي ربنا عايزه. يا رب انت اخترت ابويا داود واخترتني دلوقتي، انا انسان فتى صغير لا اعرف الدخول ولا الخروج، هتسيبني يا رب؟ قال له لا حبيبي ما تخافش. قال له اديني حكمة بس اقود الشعب ده، اديني حكمة، مش عايز غير الحكمة. ومربنا قال له بما انك طلبت الحكمة هدي لك كل حاجة. اصل اللي طالب حكمة السماء ربنا بفيد عليه كل الغنى، كل الغنى. انت طلبت حكمة ده انا هدي لك، ام افتح قوى السماء وادي لك زي ما انت عايز. انما يوم ما تطلب ارضيات يبقى انت راجل بتاع هنا مش بتاعي. يوم ما تطلب ارضيات وحاجات للارض ما تبقاش تبعي، لا تبقى وكيل ولا امين ولا حكيم ولا تلميذ. انت خايف على اللي كنستهم وحاطط ايدك لففهم، وتلاقي السوس شغال
والصدى شغال والدنيا بتنخر في قلبك والكره دخلك واخواتك كرهوك وكرهت اخواتك والميراث طار مني وانا هشتك اخواتي وبهدلهم والدنيا ضايعة بايظة. انما لما تطلب حكمة من ربنا يديلك ويديلك كل حاجة بعدها. عشان كده النهاردة وانت في القطيع الصغير وانت في التلمذة اقعد مع ربنا قول له يا رب انا فتى صغير ما اعرفش حاجة الدنيا لعبتني كتير قوي مش عارف لغاية دلوقتي ما اعرفش جاي لك اقول لك وانا مش عارف انت افتح عيني وانا مش عارف اديني وانا مش عارف قدني انا مش عارف بتخبط قدني حيث قادني اسيره. ربنا يدينا ويديكم لله المجد من الآن وللأبد أمين. أنيات أخ أم تمين.